الفيلم نظيف زي زيت. ألف مبروك لإلك يا نظيف، ألف مبروك لسوريا. أعلى بلد وبلدي، وأنا فخور فخور بالنجاح لأني شفت الوجود طيبة وحياة الرب. يعني الله نعم علي نعمة محبة العالم، نعمة من عند الله، ومرة لك أنا محبة أهل بلدي، أعلى محبة بالدنيا. فتعلمنا، احكي لي عن لقائك مع وديع الصافي. علمنا أول شيء مرفوع، مش مستنيني لأرفعه بنوف لدني، علمنا دائما مرفوع، وكان من أعلى لقاءات لي في الحياة إني تلاقيت مع الأستاذ وديع الصافي، كان شرف إني أقعد معه وأغني معه. كنت تحكي للناس اللي فوتوا لك؟ أول شيء بشكر أهل بلدي، أهل سوريا، أهل الشام، إنه دعموني وظلوا معي، وبشكر بلدي الثاني لبنان اللي دعمني واللي طلعت أنا من عندهم بروجرام لبناني، وبشكر جميع بلدان الوطن العربي والعالم اللي كان بتحبني من جميع البلدان، وبقول لهم عن جد ما قصروا، وهي مسؤولية حملوني إياها طول العمر. نحن كان هدفنا انه يدرس اي شيء ويخلي الموسيقى هوايه، بس اصراره هو اللي خلاه يوصل، ولا نحن كنا بس من وراء انه اللي بدك اياه ودعمنا وقديش قدرنا نساوي، والحمد لله لولا حالنا ما قدرنا نساوي شيء. بس انت فخور فيه اكيد هلا. اكيد انا فخور بكل بالعالم اللي حوالينا كلها اللي بتحبنا، انا فخور بالعالم اللي هي تاج على راسنا. خلينا اياكم شكرا كثير. هو يستاهل، لان هذا الصوت الجبلي اعجبني من اول حلقه لاخر حلقه، وقبل ما يتقدم للتلفزيون احنا نعرف هذا الشخص له يعني ان شاء الله مستقبل زاهر، وان شاء الله يمثل كل العرب، واحنا فرحانين بهذا الفوز كانما عنا وكل العرب. اول شيء الف مبروك لسوريا قبل، وبعدين مبروك لنصيف اللي رفع راسنا فيها، كثير احنا بنحبه لتربايته ولصوته ولكل شيء، والله يهنيه ويهنينا فيه، وان شاء الله يكفي يدرب على نفس المستوى اللي هو كان فيه. نظيف من بدايه من طفولته عاش عندنا بالبيت، نظيف من صغره، وكان كثير شيء هو، بس لما فات على مجال الموسيقى صار كثير هادي ومشي بالفن، ودارس على المعهد العالي بالموسيقى.
كيف تعامله مع أصدقائه ومع أهله؟ مثل ما شايفين محبوب كثير من صغره. نظيف محبوب كثير بحبوه. تابعته خلال وجوده بالأكاديمية؟ شجعته معنويا؟ صوتوا له أكيد؟ كل شيء، كل شيء صوتنا له، كل شيء. شو بيخطر على بالك سوينا لنصيف؟ لسه حابب تقول له هلا؟ مبروك الفوز نصيف، وكثير مبسوط بهالفوز. Thank you.